اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ناصر عباس، برضو نتكلم عن ما حدث اليوم. كابتن ناصر ازي حضرتك؟ ازيك كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ طيب النهارده الحقيقه كان موقف قد يكون غريب شويه، ان انت المباراه الساعه 7:30 تم تاخير بدايه المباراه للساعه 8:30. من من المفترض قانونا او لائحيا ان يتخذ هذا القرار؟ اولا كابتن اسلام، الحكم ليس له دور في ان هو ياجل المباراه، والحكم بيلتزم باللائحه اللي موجوده، وهي لائحه الاتحاد المصري في كل المباريات اللي موجوده، وهي ان المفترض ان لو المباراه الساعه 8 او 7:30 هو بينتظر ال 20 دقيقه اللي طبقا للائحه. نعم. ده في الظروف العاديه، ودوت اللي تم تبليغ بيه الحكم قبل المباراه، ان هو في حاله عدم وصول الفريق بينتظر 20 دقيقه وبعدين بينهي المباراه. اللي حصل طبعا ان زي ما قلت لحضرتك هو لا يملك ان هو يأجل المباراة ساعة، ولكن ده بيبقى قرار من اتحاد الكرة، خاصة لجنة المسابقات بتتواصل مع لجنة اتحاد الكرة، وهم اللي اختاروا تأجيل المباراة ساعة نتيجة الظروف اللي هي الغير قاهرية، طبقا لما هم قالوا على اساس ان اليوم كان فيه مطر وكان فيه طريق وكان فيه احداث وكده. وبالتالي هو هنا اللي انا عايز اوضحه، لان في البعض قال ايه؟ البعض قال ان الحكم هو اللي خد القرار بالتاجيل ساعه وبعدين انتظر 20 دقيقه وبعدين هو اللي صفر بعد كده بانتهاء المباراه. لا، اللي خد القرار هو اتحاد الكره بالتاجيل ساعه، وده من حقه طبقا للظروف اللي هي القهريه. ولكن خلينا نتكلم بامانه، يمكن كان في بعض الاحداث اللي حصلت قبل كده في مباريات اخرى، كان هناك ايضا يعني كان لسه في مداخله من شويه، كان الكابتن وليد وهويدي بيتكلم، المفترض اللائحه بتمشي على كل الانديه كابتن اسلام، الساعه بتتاخد نتيجه الظروف القهريه، وليس من حق الحكم ان هو ياخر المباراه ساعه. تمام. الحكم مش هو اللي اخر، اتحاد كره القدم هو اللي اخر، او لجنه التي تدير الاتحاد هي اللي اخرت المباراه لمده ساعه، بعدها قعد ثلث ساعه وانا الحكم. بالظبط كده، هو قانوني. بالظبط كده هو بيحصل كابتن. هو كمان في حاجه مهمه جدا، لان كمان هو المفروض يعمل يشيك على البطاقات اللي هي الخاصه ببطاقات اللاعبين، بيشيك على اللاعبين. طبعا الكلام ده كله بيتكتب في السكور شيت اللي هو تقرير المباراه، الكلام ده كله بيكتبه الحكم، وبعدين بعد ال 20 دقيقه اما هو بيصفر بانتهاء المباراه بيكتب تقرير ان هو انتظر المده القانونيه. الكلام ده حتى موجود حتى في مباراه الدوري الممتاز، سواء الممتاز ب او الممتاز الف او حتى القسم الرابع او القسم الثالث. احيانا في مثل هذه الظروف في فرق كثيره بتيجي نتيجه التاخير، نتيجه المواقف، ولكن هو بيكتب التقرير وبيرفعه للجنه المسابقات. وهنا لجنه المسابقات هي كابتن اسلام هي اللي بتاخد القرار في طبقا اللوائح اللي موجوده، سواء كانت هي بتدي المباراه بتعتمد النتيجه او بتخصم النقاط اللي هي موجوده. لائحيا او قانونا ماذا يحدث بعد ما حدث في مباراه اليوم؟ هو طبقا اللائحه زي ما حضرتك قلت، هو في اللي بيحصل كالاتي، ان طبقا لتقرير الحكم وتقرير مراقب المسابقات، هو زي ما احنا قلنا ويمكن الزملاء قالوا قبل كده، ان بيتم خصم طبعا اولا نتيجه المباراه، هو النادي الاهلي بيبقى فايز فيها 3 بونت، النادي الاهلي خدهم اوريدي، في 6 نقاط بيتم خصمهم من النقاط لنادي الزمالك في نهايه الموسم. دي اللائحه بتقول كده، اشمعنى في نهايه الموسم يا كابتن؟ ولا هي اللائحه كده؟ هي اللائحه محطوطه كده كابتن اسلام، وعاوز اقول حاجه ان هي ممكن كمان اصل ممكن تتكرر الواقعه دي تاني. يعني كابتن اسلام في حاجه مهمه جدا، يعني ممكن المباراه ديت يعني تتكرر، او الفريق دوت يكرر المخالفه دي تاني، وبالتالي هو بيجمع هذه النقاط الى نهايه الموسم. دي اللائحه اللي موجوده في الاتحاد وبيتم تطبيقها طبعا على الكل. فمن المتوقع ان طيب هل لو اصل بيتقال مثلا ان نادي الزمالك الاوتوبيس بتاعه تعطل ومش عارف ايه والكلام ده كله، هل ده ممكن يكون في اطار؟ كابتن اسلام هقول لك على حاجه مهمه جدا. اتفضل. هقول لك على حاجه، انا راقبت يمكن اخر ماتش راقبته كان ما بين الصفاقس التونسي والنجم الساحلي. ايوه. شوف هقول لك النظام ايه، يعني هقول لك على حاجه كده حضرتك هتستغرب، بس حضرتك اديني وقت بس اتكلم. اولا قبل المباراه بيجي على الميل عندك، قبل المباراه ب 15 يوم يجي لك على الميل تكليفك بالمباراه، وبعدين انت بتقول انا موافق او عندي ظروف. طالما موافق خلاص بيجي لك كمان على الميل التيكت بتاع التذكره،
كان ده قبل المباراه ب 15 يوم يا كابتن اسلام. بيجي لك كمان على الميل المباراه انت هتوصل امتى وهتروح الفندق امتى وفي الاجتماع الفني ده هيتم امتى. كل هذه الامور بتبقى مرتبه من خلال الايميل بتاعك، من خلال التواصل مع الاتحاد الافريقي في كانك انت بالظبط موجود في البلد. بس ده الاتحاد المصري وليس الاتحاد الحاجة الأفريقي. التانية هنا في رولز انت بتمشي بيها كابتن اسلام. يعني ايه؟ انت اولا بتروح قبل المباراه، بيمشي الفريق بيمشي مع المنسق الامني، مع مراقب المباراه، مع مراقب الحكام، كل الكلام ده بيبقى قبل المباراه تقريبا بساعة ونص. يعني بتبقى كل حاجة متحددة بالظبط. ليه المراقب الأمني بيبقى ماشي معاك أو الناحية الأمنية على أساس إن لو في مشكلة في الطريق أو هي كمان بتتواصل كمان، وفي الميتنج ماتش بيبقى موجود الراجل ده معانا قاعد معانا وهو بيتفق على كل هذه التفاصيل. يعني عاوز أقول إيه؟ أنت بتبقى عامل حسابك قبل بداية المباراة إمتى تتحرك من الفندق، حتى لو في ظروف حتى في الطريق او 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 تبقى عامل حسابك لكل هذه الظروف. ده النظام اللي موجود في الاتحاد الافريقي، ما فيش فيه هزار يا كابتن. بيلزمك انك انت توصل الملعب ده الاتحاد الافريقي، احنا في النادي احنا في الاتحاد المصري عاوزين نطبق الكلام ده يا كابتن اسلام. يعني هو بيقول لك امتى تنزل الملعب تسخن، امتى تخرج من الملعب، يعني دي كلها بالدقائق متحدده كده، في رولز موجوده انت حضرتك بتاخدها، امتى تدي الاسماء اللاعيبه للمنسق، امتى تبدا تسخن، امتى تخرج، كل هذه الامور موجوده في الكاف. واحنا نتمنى كابتن اسلام ان هي تكون موجوده عندنا. يعني ايه؟ يعني النهارده النادي بيروح المباراه، اولا المباراه بتبقى في نقل تلفزيوني، في ناس بتبقى موجوده، كل الكلام دوت بيبقى في الاخر خالص بيبقى في وش الـ 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 المؤسسه اللي هي او الاتحاد اللي هو بينظم المباراه. احنا بنتمنى حاجه مهمه جدا، ان يا ريت احنا نمشي في الناحيه التنظيميه، عندنا مشكله فيها كابتن اسلام. التنظيميه مهمه جدا جدا، والكلام ده يتقال لكل الفرق حتى كمان الحكام، لان ما ينفعش الحكم كمان يوصل المباراه متاخر، لان الحكم كمان ليه تجهيزاته، سواء كان بالتشيك على الفريقين، سواء ان هو بيسخن، كل هذا الكلام مفترض ان احنا يعني نتعلمه، مفيش مشكله، مش عيب ان احنا نتعلم يا كابتن اسلام، ولكن خلينا نقول ان النظام لما يكون في حاجه فيها نظام كويس الامور بتمشي بشكل جميل جدا جدا. اذا من المفترض ان يتم تطبيق اللائحه اللي بتقول ان يتم خصم 6 نقاط من نادي الزمالك في نهايه الموسم، وثلاث نقاط دلوقتي، يعني 9 نقاط بالظبط. 3 دلوقتي و6 في نهايه الموسم، ويصبح النادي الاهلي فائزا بهذه المباراه بدون اي، دي اللائحه بتقول كده، اللائحه بتقول كده. تمام تمام تمام. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق خلال الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن.